أكثر الحلويات الموجودة في الأسواق مصنوعة خارج بلاد الإسلام يُطلق عليها أنها صنعت بزيت حيوان أو دهن حيوان، وأكثر أخوانا اللي هناك يدرسون في أمريكا يذكرون أن القاضية لهم هي الخمس خنزير، ولكن زيت التأكيد كان هذا زيت زيت خنزير إنما هو زيت حيوان، فيقولون أن القاضية لهم هناك والرخيصة هي الخمس خنزير. ما هو الحكم على هذه الحلوية؟ الحكم لا يتعدى وجها من ثلاث وجوه، من تيقن ان هذه الحلويات وكل ما يأتينا من تلك البلاد كان معلبات مثلا من اللحوم، من تيقن ان هذه الحلويات فيها شحوم خنزير أو شحوم حيوانات قتيلة وليس ذبيحة، ومن تيقن أن هذه اللحوم المعلبة أيضا من هذه الحيوانات القتيلة وليست الذبيحة، حرم عليه أكلها سواء الحلويات أو هذه اللحوم. ومن تيقن العكس تماما أي أن هذه الحلويات ليس فيها شحوم تحت خنزير ولا فيها شحوم حيوانات قتيلة وإنما فيها شحوم حيوانات ذبيحة أو في زيت مثلا زيتون أو ما شابه ذلك من المباحات، كذلك من تيقن بأن هذه العلب التي فيها اللحوم المحفوظة هي أيضا من حيوانات ذبيحة وليست قتيلة حلل وأكل هذه وهذه. ومن لم يتيقن لا ذاك ولا هذا ولا الحكم الثالث والأخير فحين ذاك يأتي قوله عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقوله إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعلمه. السؤال الثالث